لكن الحقيقة انه مرة اخرى هذا الجسر اللي متوقع ان هو يمتد لي ما من 7 ل 10 كيلومترات، ده هيكون جسر فوق المية طبعا، فوق البحر الأحمر. طيب معي على الهاتف دكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة النقل بجامعة عين شمس. دكتور أسامة مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ. في رأيك إيه أهمية هذا الجسر، ويعني إمكانية تحقيقه أو إمكانية إقامته؟ أول حاجة إمكانية إقامته هو ماهوش صعب، سهل وعمليا ممكن تنفيذه. الحاجة الوحيدة إنه لازم تكون في يحقق اشتراطات الدول الجوار انها تكون موافقه عليه، انه ما يعوقش الملاحه النهائي البحريه لها. ده الشرط الوحيد، وطالما تحقق بالنسبه لاهميته هو تجاريا مهم يعني، وفي مثيل له. لو عاوزين نعرف يعني الوضع ايه، ما في مثيل له بالظبط بين مع فارق الحجم يعني بين السعودية والبحرين. وده معروف، وأطول من ده حتى في المسافة، وأصعب في التنفيذ، ولكن السعودية نفذته. الفايدة بتاعته هناك انحصرت، لأن البحرين دولة صغيرة، انحصرت في إنه، لأن أنا قعدت هناك في البحرين سنة، كل السعوديين اللي في شرق المملكة بيطلعوا خميس وجمعة يقضوه في البحرين. فدي عملت وده يعني برضو هيحصل مع شرم الشيخ ونب. هييجوا شرم الشيخ ونب السعوديين والأردنيين، لأن المسافة قريبة 160 كيلو من الأردن يعني. فده هيعمل انتعاش اقتصادية في شرم الشيخ ونب. ده تقريبا المين يعني بنفت منه، الفائده الكبرى منه يعني. وطبعا للنقل البري، ولو في قطار طبعا في طبعا، لا ده لازم يتعمل له قطار. لازم يتعمل قطار يعني، ما ينفعش طريق بس يعني، لازم يتعمل قطار عشان خاطر نستفيد منه استفاده اقصى يعني. بص يا فندم، هو كل ما نستغله افضل ونعمل لوجيستكس معاه واعمال لوجستيه جنبه، هيبقى في تعظيم للاستفاده منه. يعني لو اتعمل تنميه في المنطقه على الجانب السعودي وعلى الجانب المصري، مناطق تنميه ومناطق تجاريه ومناطق حره ومناطق لوجستيه ونقل بضائع، هيجيب نتائج حلوه قوي يعني على مدى استفادتنا احنا، وان احنا نطور الاستفاده منه هتجيب عائد. لو ما طورناش الاستفاده منه هيبقى زي كوبري البحرين، اللي هو عباره عن نقل ناس بتروح تقضي ويك اند بس. من اي نقطه لاي نقطه يعني؟ يعني في كلام ان هو قد يرتكز في جزر صنافير وتيران، يعني يبقى في ارتكازات عند الجزر، بس من اي نقطه لاي نقطه في رايك؟ بالظبط يا فندم. بصي حضرتك، يعني هو ملوش غير مسار واحد، وهو بص يا فندم، هو هيجي من شرم الشيخ في المسافه في شرق مطار شرم الشيخ، وهيطلع على المسافة الأولى. في دي مسافة ماهيش الممر الملاحي، اللي هو بين شرم الشيخ وتيران. لو تورونا الخرائط يا جماعة لو سمحتوا. بين شرم الشيخ وجزيرة تيران، وده هيبقى كوبري عادي ماهوش عالي ولا حاجة، لأنه ماهوش ملاحي. وبعدين دي مسافة حوالي 6 كيلو. بعد كده في المسافة اللي في على جزيرة تيران دي مش هتكلف أي شيء، لأنها جزيرة رملية، وهيبقى الطريق على الأرض عادي خالص. هيتبقى حوالي 7 كيلو دول في الجزء اللي فيه ممر ملاحي، اللي هو بين مفيش صنافير خالص، لا بين تيران وبين قصابيا، اللي هو حتة الجزء بتاع راس حميد اللي هي في السعوديه. في تبوك. تبوك. الوصله دي عباره عن ايه؟ 3 اجزاء. جزء هيبقى كوبري معلق عشان يحقق الارتفاع الملاحي عشان السفن بتاع دول الجوار تعدي منها. وده هيبقى عرضه في حدود من 800 ل 900 متر، وده من اكبر الكباري المعلقه في تبقى في العالم.
بعد كده في اتنين ابروتشز او المطلع والمنزل للكوبري. المطلع والمنزل هيبقى حوالي كيلو ونص وكيلو ونص او 2 كيلو و2 كيلو، دول هيتدرجوا من الارتفاع الكبير اللي هو بتاع كوبري المعلق الى 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 ما فيش على الارض بتاع الكرام من ناحيه، والناحيه الثانيه على الارض بتاع الجزيره الارض السعوديه يعني. وده بالظبط هو الكوبري يعني، ولا فيش اختراعات فيه. ده مشروع قديم، مش مشروع جديد اصله. لا لا لا، ده مشروع مخطط من زمان، مش بتاع الحاجه الوحيده اللي ممكن نبذل جهد فيها، ودي عايزه خبرات كويسه وعايزه افكار حلوه، اللي هي تقليل التكلفه، وده امر المفروض ان هو دلوقتي ممكن نعمله. يعني ده ممكن قوي، ممكن يتعمل ما يزيدش عن 2 مليار يعني. وده يعني السعوديه ستتكفل بيه، ولا ده ما بين مصر والسعوديه، ولا ما عندناش معلومات؟ لا لا لا، السعوديه كلها تتكفل بيه كله. ده هتتكفل بيه كله، والمفروض انه كمان في يعني في مستثمرين على استعداد يعملوه وجاهزين، وعلى استعداد يعملوه وياخدوا العائد، لانه العائد بتاعه مش قليل، ده العائد بتاعه كبير، ومعدل والعائد بتاعه ممكن الجدوى بتاعته ممكن يرجع العائد بتاعه في حدود من 7 لـ8 سنوات او لـ9 سنوات بالكتير يعني. يعني هو المشروع ذو جدوى يعني. ما هو بيتكلم على عوائد من التجاره طاقه تصل الى 200 مليار دولار سنويا. لا، هيعمل عوائد جيده. هو في مزايا تانية بس محتاجه شغل بقى، اللي هو زي ما قلت لك يا استاذه، انه في اعمال اخرى غير الجسر، انه لابد يكون في سكه حديد، طبعا ان يكون في شبكه طرق تربط يعني من الجانب السعودي. احنا بالجانب بتاعنا معروف يعني انك انت لازم تربطي بقى في شبكه طرق معينه، انك انت تربطي بمدن القناه، ولازم يتعمل المحور اللي هو من مدن القناه للدلتا للمنصوره، لانه ده عشان يبقى في حركه على عليه. من الناحيه الثانيه لازم يتعمل ربط بالكويت والعراق، وربط بالاردن 160 كيلو وربط طبعا بالسعوديه من خلال شبكه الطرق الجيده اللي عندها. صحيح. لو اتعمل الكلام ده، زائد يتعمل مدينه لوجستيه في ناحيه السعوديه ومدينه لوجستيه ناحيتنا، زائد منطقه حره ومنطقه حره، ده هيعمل عائد تجاري ضخم جدا جدا، بدون الاعمال اللوجستيه ونقل التجاره والقطار، العائد مش هيبقى بنفس القيمة، معظم وبنفس. بشكرك على هذا طبعا التحليل العلمي دكتور أسامة عقيل. إذا من الناحية الاقتصادية، من الناحية المعمارية هو ممكن، وشرح لنا دكتور أسامة منين لفين بالظبط هيكون هذا الجزء.